واشنطن تحركت نحو المملكة العربية السعودية، بل بدأت بالتعاون معها عسكريا واستخباريا بشكل مكثف من أجل ردع التهديدات الإيرانية. احتواء إيران وتهديداتها المستمرة للمنطقة بشكل عام، هذا كله نشر مؤخرا بهذه الطريقة على الوول ستريت جورنال، التي أكدت عن طريق مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحتى عدد من المسؤولين السعوديين الذين لم يصرحوا باسمهم بأن التوترات بين البلدين التي شهدناها في السنوات الأخيرة الماضية قد انخفضت الآن، وهذه التوترات قد وصلت إلى مراحل خطيرة بين البلدين، بل أنها وصلت إلى الخطوط الحمراء تماما، وهذا بسبب وبدأت الأمور والتوترات مع السعودية منذ مجيء جو بايدن على رأس السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، فابتدأ هذا الأمر بإخراج ورفع الجماعة الحوثي من قوائم الإرهاب، وبعد ذلك قام بسحب منظومات الباتريوت الأمريكية من المملكة العربية السعودية، وبدأت جماعة الحوثي بعدها بمهاجمة السعودية، هاجمت المنشآت النفطية في السعودية، هاجمت المنشآت النفطية كذلك في الإمارات العربية المتحدة، والإمارات بعد ذلك طالبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد إدراج جماعة الحوثي في قوائم الإرهاب. لا استجابة أبدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بل إنها استمرت بالضغط في ملف حقوق الإنسان، في ملف الصحفي الراحل السعودي جمال خاشقجي، استمروا بالضغط في هذا الاتجاه، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى توتر العلاقة، إلى استياء المملكة العربية السعودية، إلى استياء الإمارات العربية المتحدة من كل هذا الضغط والتغير الكبير في هذه العلاقة مقارنة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد جي ترامب. جاءت الأمور وانقلبت المعادلة بسرعة مع ظهور الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من العام الماضي، وبدأت مشاكل الطاقة وأزمة الطاقة تأتي على العالم، وهنا انقلب السحر على الساحر، وبدأت السعودية تتحرك هنا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل الضغط الذي واجهته. وواحدة من أكبر القرارات التي صدرت العام الماضي كما تلاحظون هو ما صدر من الأوبك بلس، الذي تعتبر فيه المملكة العربية السعودية جزءا كبيرا منه، وقرروا بعملية تخفيض إنتاج النفط بمليوني برميل للنفط في اليوم الواحد. الأمر أدى إلى استياء الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها وجدت بأنها في ذلك إسنادا لروسيا في الحرب التي تأتي في أوكرانيا. وعلى هذا الأساس الكونغرس الأمريكي تحرك بهذا الشكل، حركوا مشروع يطلق عليه نوبك من أجل معاقبة أعضاء أوبك، وتحديدا والتركيز على المملكة العربية السعودية، تعتبر أداة خطيرة. الأمر الذي جعل السعوديين بسرعة بحسب الوول ستريت جورنال أن يقولوا بأنكم لو مررتم مثل هذه القرارات ضدنا فإننا سنبيع جميع سندات الخزانة الأمريكية، وبأنكم ستدخلون في مشكلة. وطبعا هذا يعتبر وقد يعتبر، وأن وصلت الأمور إلى هذا الحد فهي نهاية العلاقة تماما. بعدها جاء الرئيس الصيني إلى المملكة العربية السعودية، وقع العديد من الاتفاقيات، ووجدت الولايات المتحدة بأن النفوذ الصيني وجد طريقه للشرق الأوسط عن طريق بوابة السعودية، وبالتالي الآن الوول ستريت جورنال ما تتحدث عنه بأنهم قد تعدت الولايات المتحدة الأمريكية هذه التوترات، ولم تعد تضغط على السعودية نهائيا لسببين مهمين. السبب الأول أن الحزب الديمقراطي أدى بشكل جيد في الانتخابات النصفية الأمريكية، أبقوا سيطرتهم على مجلس الشيوخ، بل كسبوا مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ، وأن الحزب الجمهوري لم يؤدي هذا الأداء الكبير، وأن الموجة الحمراء لم تحدث أبدا، والحزب الجمهوري مشتت تماما. والأهم من ذلك بأن أسعار البنزين قد انخفضت في الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أيها السعوديون تعالوا لنتفق، دعونا نتفق ضد إيران، لأن إيران الآن تهددكم وهي منخرطة في الحرب الروسية الأوكرانية بشكل خطير، تقوم بإرسال الطائرات المسيرة، وهو أمر مزعج لنا، يواجه الناتو، يواجه التسليح الأمريكي، كذلك ليس هنالك اتفاقا نوويا مع إيران، وبأنها تخصب اليورانيوم الآن بنسبة 60%، قريبة جدا من التخصيب بنسبة 90% التي من الممكن أن توصلها للقنبلة النووية، وهي تهددكم كثيرا أيضا كما تحدثنا باستخدام الطائرات المسيرة وتحديدا من الحرس الثوري الإيراني. وول ستريت جورنال وضحت بأن هنالك
ثلاث عوامل قد استخدمتها الولايات المتحدة في التقارب مع السعودية. أولى هذه العوامل بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقفت وساندت المملكة العربية السعودية في الوقوف ضد المشاريع الموجودة في الكونغرس التي من الممكن أن تؤثر على المملكة العربية السعودية. واحدة منها هو سحب التعاون الاستخباري الأمريكي مع السعودية في اليمن وفي مواجهة جماعة الحوثي، أوقفوا أي مشروع من الممكن أن يؤدي لهذه الأمور، بالإضافة إلى ذلك إلى أنهم تحركوا أيضا لإسقاط دعوى قادمة من خطيبة جمال خاشقجي التي وطبعا رفعت هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت القضاء الأمريكي بأن عليهم إسقاط هذه القضية بسبب أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أصبح رئيسا لوزراء الحكومة السعودية، وبالتالي هنالك حصانة للرجل، وعلى هذا الأساس بدأوا بالتقرب بشكل أكبر. لكن الأهم من هذه المسألة والطريق والنقطة التي أدت إلى تقارب البلدين بهذا الشكل الذي نتحدث عنه، والذي أدى إلى تعاون عسكري واستخباري فعلي كما تحدثت الوول ستريت جورنال ضد إيران، هي مسألة ما كشف في الأول من نوفمبر بحسب الوول ستريت جورنال بأن كان هنالك هجوما من قبل إيران تجاه المملكة العربية السعودية بالطائرات المسيرة على المنشآت النفطية، ورفعوا حالة التأهب بشكل كبير، وبالتالي هذه النقاط هي التي أدت للتقارب، وهذا ما ذكرته الوول ستريت جورنال على هذا الأساس. البيت الأبيض ليست لديه خطط الآن للاستمرار في التهديدات ضد السعودية، وبدلا من ذلك يمضي مسؤولون البلدين في قدما في مشاريع عسكرية واستخباراتية جديدة وجهود حساسة لاحتواء إيران وسط تعثر جهود لإحياء الاتفاق النووي الدولي مع طهران. وأضاف التعاون العسكري المستمر الذي ساعد على استمرار العلاقة السياسية بعد أشهر من الاضطرابات ذوبان جريد بين البلدين يأتي في وقت تتطلع فيه إدارة بايدن إلى إعادة تشكيل التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط. قضية كشف التعاون الاستخباري الذي جاء في نوفمبر من العام الماضي بأن هنالك هجوما إيرانيا على المملكة العربية السعودية، تعاونت السعودية، تعاونت الولايات المتحدة ورفعوا حالة التأهب، هي كانت النقطة التي تم فيها كسر ذوبان الجليد أو كسر الجليد عفوا الذي كان بين البلدين وأدى إلى ذوبان الجليد كما ذكرنا. فالوول ستريت جورنال وما كشفته حينها قالت بعض التفاصيل ولم تكن هنالك تفاصيلا كبيرة، ولكن بشكل مثير قبل 48 ساعة مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية كشفت عن طبيعة الهجوم القادم ويوضح لماذا كان هذا الكشف الاستخباري من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية كان كبيرا جدا وأعاد التعاون بين البلدين بشكل كبير. فالذي ذكره هذا المركز المهم للغاية من معلومات خاصة قد تحصل عليها أكد بأن إيران كانت تخطط للقيام بهجوم بالطائرات المسيرة قادمة من ثلاثة نقاط، قادمة من إيران، قادمة من العراق، وقادمة من اليمن من جماعة الحوثي مباشرة على المنشآت النفطية السعودية. الأخطر في هذا الأمر وما هو خطر بأن الطائرات التي كانت تخطط إيران لاستخدامها هي 300 طائرة مسيرة كانوا يريدون استخدامها على جميع المنشآت النفطية السعودية وعلى رأسها منشأة أرامكو. الكل كانوا يريدون القيام بعملية خطيرة للغاية، والأمر في حقيقة الأمر بحسب ما كشفه مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأن الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية هي التي كشفت الأمر للسعوديين وقالت لهم بأن هنالك خطة وهجوم سيأتي بهذا الاتجاه، حققت الاستخبارات السعودية بحسب هذه التفاصيل التي نشرت. وبعد ذلك فجأة تدخلت العديد من الدول بعد نشر هذه التفاصيل والعديد من الشخصيات الكبيرة السياسية المؤثرة في عملية إقناع إيران بإيقاف هذا الهجوم. نستطيع القول هنا بأن روسيا قد تكون إحدى هذه الدول التي لعبت هذا الدور بسبب أنها تمتلك علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية، وأيضا تمتلك علاقة استراتيجية مهمة مع إيران. الواضح بأنها كانت إحدى هذه الدول التي تدخلت في هذه المسألة، وبأن إيران فعلا بحسب التفاصيل التي نشرت هي أوقفت هذا الهجوم ولكنها لم تلغي هذا الهجوم، بالأحرى بحسب مركز الروابط أكد بأنها أجلت هذا الهجوم، جمدت هذا الهجوم، وبالتالي الهجوم من الممكن أن يحدث في أي لحظة على المملكة العربية السعودية، خاصة وأن الإيرانيين يجدون بأن هنالك تدخلا من المملكة العربية السعودية مستمر على المستوى الإعلامي في التظاهرات الداخلية الجارية في إيران. فهي ترى بالنسبة لإيران بأن المملكة العربية السعودية
تقوم مثلا عن طريق إيران إنترناشنال التي تدعمها بشكل كبير بالتدخل والترويج وتأجيج هذه التظاهرات وتأجيج المجتمع الدولي وتركيز المجتمع الدولي على هذه التظاهرات. أيضا كان هنالك نوعا من الخلاف الموجود في الداخل الإيراني، صدق أو لا تصدق في مسألة مهاجمة المملكة العربية السعودية، بحسب مركز الروابط وما نشره من معلومات خطيرة في 8 يناير قبل يومين، تحدث بأن الحرس الثوري الإيراني هو الذي يريد القيام بهذا الهجوم، هذا هو الطرف الذي يريد القيام بهجوم عنيف بهذا الشكل ب300 طائرة مسيرة على السعودية، ولكن الطرف الثاني يعتمد الواقعية السياسية، إن هاجمنا السعودية لن تكون هنالك منفعة من هذا الأمر ولن تحل المشكلة مع المملكة العربية السعودية، وإن الطرف الثاني الذي وقف ضد هذه المسألة تحديدا هو يتمثل بالمرشد الأعلى بأعضاء من المجلس القومي الإيراني، وهؤلاء يعتبرون من التيار المحافظ المتشدد، وبالتالي هنالك أيضا خلافا إيرانيا حول هذه المسألة، ولكن كما تحدثنا الأمور مؤجلة والهجوم قائم حتى هذه اللحظة بحسب ما نشره مركز الروابط، وهذا ما قاله مركز الروابط. كانت إيران تنوي الاعتداء عليها، يقصدون هنا السعودية، من خلال 300 طائرة مسيرة مفخخة تنطلق من العراق واليمن وإيران وتستهدف المنشآت النفطية السعودية، وفي مقدمة تلك المنشآت شركة أرامكو. أضافوا لكن تدخل بعض الدول والشخصيات السياسية عبر طلب من إيران تأجيل الاعتداء وليس إلغائه، وهذا ما حدث بالفعل، فإيران نزلت عند هذا الرأي في التأجيل وليس الإلغاء. الهجوم فعلا قد لا تكون هنالك مبالغة أبدا في مسألة الهجوم وخطورة هذا الهجوم، خاصة إذا ما رأينا بعد 1 نوفمبر بعدما كشفت الوول ستريت جورنال عن تفاصيل أن هنالك هجوما من إيران تجاه المملكة العربية السعودية والمنشآت النفطية، فطائرات من هذا النوع ريفت جوينت RC-135 ريفت جوينت هي طائرات استخبار أمريكية معروفة، ظهرت في 2 نوفمبر الماضي بهذا الشكل وهي تحلق فوق الأجواء العراقية. لاحظ النقطة التي تحلق بها هذه الطائرة مع وجود طائرة KC-135 لتزويد الوقود لإدامة تحليق هذه الطائرة ومتابعة هذا الأمر، أي بعد 24 ساعة من المعلومات التي نشرت على الوول ستريت جورنال كانت تراقب الأراضي العراقية، لاحظ التسجيل بهذه الطائرة الخاص، هذه هي طائرة RC-135 ريفت جوينت وكذلك طائرة تزويد الوقود من النقطة التي تحدثنا عنها في العراق، لاحظ التحليق المكثف فوق العراق في 3 نوفمبر بعد ذلك بعد 48 ساعة لاحظ التحليق الكثيف لهذه الطائرة، أنت أمام 3 طائرات من طائرات الريفت جوينت للاستخبار الأمريكي تحلق داخل السعودية، تحلق بهذا الشكل على الحدود العراقية السعودية، وأيضا تحلق بهذا الشكل المكثف في هذه النقطة، يوضح بأن هنالك نقطة معينة من المفترض أن تنطلق منها الطائرات المسيرة تجاه المنشآت النفطية كما تحدثنا وكما كشف مركز الروابط وحتى الوول ستريت جورنال قبل ذلك. لاحظ كل هذه طائرات الاستخبار الإلكتروني في 3 نوفمبر كانت موجودة من الولايات المتحدة الأمريكية. بعد ذلك استمر التحليق كما تلاحظ هنا، في نوفمبر استمرت الطائرات تحلق إلى العراق، تعود إلى السواحل مع بين الخليج العربي، تتعدى الخليج العربي إلى خليج عمان، تراقب كل شيء مما يجري، واستمرت الأمور حتى ديسمبر. لاحظ تظهر في الفلايت ريدر 24 دائما هذه الطائرات تحلق تعود تجمع المعلومات تماما، تحاول معرفة وأن تستبق الأمور والهجوم الذي ممكن أن يكون حاضرا، هذه طائرة استخبار أخرى في ديسمبر وهذه طائرة أخرى أيضا في ديسمبر، الكثير من هذه الأمثلة عندما تحلق بهذا الشكل هي تجمع المعلومات عن الداخل الإيراني تحاول أن تعرف ما الذي يجري. ويجب أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة للغاية، بأن مسألة الهجوم من قبل إيران مباشرة على السعودية هي أمر مثير للغاية، البعض يعتقد بأنه لن يحدث لأنه صعب للغاية، ويجب أن ننتبه بأن النقاط التي تحلق بها هذه الطائرة هنا مثلا هنالك قاعدة شبه هذا الطائرات المسيرة، هنا قاعدة مهمة جدا في هذه الجزيرة للطائرات المسيرة وهي جزيرة قشم، والقاعدة تعرف بقاعدة قشم، كذلك يمتلكون سفنا تطلق الطائرات المسيرة وأثبتوا هذا الأمر في المناورات الأخيرة، وبالتالي قادرين على الهجوم بشكل مباشر، ولكن كما نعلم بأن معروف عن إيران هي لا تهاجم السعودية بشكل مباشر لأنها تعلم من الممكن هذا الأمر أن يؤدي إلى حرب كبيرة في الشرق الأوسط لا تريدها أبدا، وبالتالي هي تستعمل وكلائها فصائلها المسلحة وغيرها. وهنا النقطة الأساسية بالأخذ بعين الاعتبار بأن طائرات الاستخبار الإلكتروني الريفت جوينت قد ظهرت وتظهر بشكل مكثف في الداخل العراقي في هذه المنطقة تحديدا كما لاحظنا بشكل مستمر، مع حقيقة أن المعلومات أكدت من الوول ستريت من مركز الروابط قبل 48 ساعة أن إحدى محاور الهجوم هي تأتي من داخل العراق، كان هنالك فصيلة معينة هدد من الداخل العراقي.
العراقي بأنه سيقوم بهجوم على المنشآت الموجودة النفطية في المملكة العربية السعودية، يوضح لنا بأن الأجواء العراقية مزدحمة وبأنها كانت هي الأخطر. وهذا قد يوضح ببساطة بما أن إيران لا تهاجم بشكل مباشر وإنما عن طريق فصائلها، فإن هنالك قاعدة، هنا قاعدة كرمنشاه، من الممكن أن تلعب الدور الأكبر، تحلق عبر الأجواء العراقية للقيام بمثل هذا الهجوم. وبالتالي دعونا نقترب من هذه القاعدة. أين هي هذه القاعدة؟ ما هي هذه القاعدة؟ قاعدة كرمنشاه معروفا عنها بأنها قاعدة صاروخية. عندما نتجه إلى هذه القاعدة، هنا هنا قاعدة صاروخية مهمة معروفة لكرمنشاه إلى الغرب تقريبا، سترون هذه القاعدة. هذه قاعدة لطائرات المسيرة، عرفها الجميع في فبراير وفي مارس حقيقة الأمر من العام الماضي، حيث ضربت وضرب هذا المخزن بشكل مثير في فبراير الذي كانت تتواجد فيه العديد من الطائرات المسيرة، أدى إلى قتل العديد من العناصر المرتبطين بالجيش الإيراني، مع وجود عناصر أيضا من الحرس الثوري الإيراني ضربت. وبعد ذلك أعطوا مهلة لإقليم كردستان، كما تحدثوا طبعا الإيرانيين بأن هنالك طائرات إسرائيلية انطلقت من إقليم كردستان وهاجمت هذه المنطقة. بعد ذلك ضربوا إقليم كردستان بالصواريخ البالستية في مارس من العام الماضي، وهو الذي غير الكثير من الأمور في هذه النقطة. وبالتالي هذه القاعدة، بما أن هنالك طائرات مسيرة كثيرة، من الممكن فعلا أن تلعب دورا في هذا الهجوم، خاصة وأننا نتحدث عن 300 طائرة مسيرة، ليس طائرة أو طائرتين. وصدق أو لا تصدق، عندما تحسب المسافة فإنها أولا تستطيع التحليق، وبذلك فإن الطائرات المسيرة جاءت عبر الأجواء العراقية لتهاجم هذه المنشآت. أيضا إن هذه الطائرات إن وصلت إلى الحدود مع اليمن، فأنت ستجد نفسك أمام 1880 كيلومترا تقريبا بحسب حساباتي طبعا الجوجل إيرث. والطائرات المسيرة الإيرانية مثل الشاهد 136 تستطيع الوصول إلى 2000 كيلومتر، لذلك الوصول إلى ما تريد الوصول إليه هو سهل جدا بهذا الشكل، بالإضافة لما تمتلكه الفصائل من قدرة من الهجوم. وبالتالي إيران ليست بالحاجة فعلا للقيام بأي هجوم خطير بهذا الشكل المباشر، وهي كان من الممكن أن تقوم بهذا الهجوم بهذه الطريقة. التحليق فوق الأجواء العراقية خطير للغاية، خاصة وأن هنالك قيادة النقل الأمريكية مؤخرا، هذه القيادة هي تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، نشرت صورا مثيرة بهذا الشكل، قالوا بأن هنالك تحليقا لطائرة F-15 بوجود طبعا طائرة KC-135 لعملية تزويد الوقود. نشروا صورا، هذه الطائرة، هذه هي KC-135، هذه هي F-15، واستمروا بنشر الصور بهذه الطريقة حتى ظهرت هذه الصورة. وهذه الصورة بشكل مثير، وعندما نتحدث على العراق هي مسألة مهمة للغاية، فهنالك تعرجات كما تلاحظون ممكن أن تدلنا على هذه المنطقة، ممكن أن نتعرف عليها. هنا جبل كما تلاحظون مثير للغاية، أو مرتفع في الحقيقة، وليس جبلا هو مرتفع. وأيضا ستلاحظ بأنك أمام فراغ هنا، وستلاحظ أنت أيضا مرة أخرى أمام فراغ آخر مع تعرجات مثيرة. هنا يجب أن ننتبه إلى شكلها لأنها ستكون مفيدة في معرفة هذه المنطقة. القناة أو القيادة، قيادة النقل الأمريكية لم تكشف عن موقع أين تحلق هذه الطائرة، أبقت الأمور سرية. وبالتالي بأخذ هذه العلامات والتوجه للقمر الصناعي بسرعة، مثل هذه التعرجات من الممكن أن تراها في المنطقة الغربية، هنا تحديدا في العراق هنالك نوع من التعرجات المشابهة التي من الممكن أن نستطيع أن نتعرف إليها، خاصة إذا اتجهت إلى الشمال قليلا، بعض العلامات متشابهة مما رأيناه. لنتجه إلى اليمين قليلا بالتفافة حادة نوعا ما، ستجد نفسك فجأة أمام نفس التضاريس التي ظهرت في هذه الطائرة المسيرة، وبالتالي طائرة F-15، وبالتالي ها أنت أمام نفس العلامات نفس الشكل تماما. ويوضح أن طائرة F-15 كان يتم تزويد الوقود لها بهذا الشكل بهذا الموقع تحديدا، وهو يوضح أن الطيران الحربي في 3 يناير F-15 الأمريكية كانت موجودة في هذه المنطقة. الآن لو نبتعد قليلا هي تتحرك بهذا الاتجاه، أي أنها تتحرك إلى نقطة ليست قريبة من الحدود العراقية السعودية، ولكنها نقطة مهمة يجب الانتباه إليها لطبيعة الاستعداد. فبما أنها هي موجودة في هذه المنطقة، هي قد توضح
بأن هذه الطائرة قد تتوجه إلى قاعدة عين الأسد أو غيرها من المناطق، طائرة حربية خطيرة. 3 يناير تتطابق تماما مع ذكرى اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد. خطيرة المسألة طبعا، ولكن أنت أمام طائرة حربية تحلق في نقطة معينة، بالتالي التحليق مكثف جدا في العراق، ليس سهلا أبدا. والجميع طبعا يتساءل كيف من الممكن لهذه المسألة أن تتطور، هل فعلا سنرى مثل هذا الهجوم كما تحدث مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية والوول ستريت جورنال، وهل أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت احتياطاتها بشكل صحيح الآن مع المملكة العربية السعودية في هذه المواجهة؟